بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ المحاضرة الأولى من الدرس الأول من مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics. كيف نشوف العنوان هنا مقسم إلى جزئين، Thermodynamics and Fluid Mechanics، يعني راح نأخذ 3 وحدات في مقرر أو في جزء Thermodynamics and 3 وحدات في Fluid Mechanics. بداية راح نبدأ مع الشابتر الأول من Thermodynamics اللي عنوانه Energy and Energy ترانسفير. راح نعرف International System of Units أو ما يرمز إليه بإيش بحرف SI اللي هي كلمة مختصرة أو جبناها من اللغة الفرنسية اللي تعني System International Unity. طيب SI Units هذا يتكون من 7 وحدات أساسية. 7 وحدات أساسية زي ما شوفوا هنا في الرسمة هما الكيلوغرام، المتر، سكند، المول، الأمبير، كيلفن، and كونديلا. The international system زي ما قلنا of units consists of a set of units together with a set of prefix. The units are divided into two classes. عنا البيز units زي ما شفناهم الحين هما ال7 وحدات اللي شفناهم الحين and derived units وهما الوحدات المشتقة من الوحدات الأساسية أي من الوحدات السبعة اللي موجودة زي ما قلنا في الرسمة هذه. فهنا زي ما قلنا موجودين 7 وحدات أساسية راح ناخذ منهم إن شاء الله أو نشتغل بخمسة منهم فقط في مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics. ال7 وحدات هذم زي ما شفناهم في الرسمة قبل وأيضا شفناهم هنا، الأول اللي يعطينا Length اللي هو المتر زي ما مكتوب هنا، الماس اللي هي وحدة الكيلوغرام أو اليونت سامبل حقته أو يكتب كيلوغرام، Time أو الزمن بالسكند، Electric Current أمبير، Thermodynamic temperature, Kelvin, amount of substance, mole, and the last luminous intensity, candela. هنا الوحدات السبعة هذم زي ما قلنا هما 7 وحدات أساسية وأي وحدة ثانية يمكن اشتقاقها من 7 وحدات هذم. فمثلا لو أخذنا كمثال لهذا نأخذ مثلا جول مثلا اللي هو وحدة القوة، نعرف إنه الجول أو for example work اللي وحدته جول يساوي force في distance. الفورس وحدتها هي نيوتن والديستانس وحدتها هي المتر. أيضا نيوتن وحدتها إيش شباب؟ نقدر نعرف إنه الفورس تساوي الماس في جي، مثلا لو أخذت الويت أو الكتلة. فهنا الماس عندي بالكيلوغرام وهذه acceleration of gravity متر per second square، فهنا تصبح الوحدة حقة نيوتن هي كيلوغرام في متر per second square في متر، فتصبح لي الجول أخيرا كيلوغرام في متر تربيع per second تربيع. وهذا ما نقدر نقوله إن الجول هي derived unit يعني وحدة مشتقة من الوحدات السبعة، فمثلا هنا مشتقة من الكيلوغرام، المتر والسكند. تعريف علم الديناميكا الحرارية أو thermodynamics زي ما موجود هنا في الرسمة مقسم إلى جزئين، therm يعني حرارة، dynamics يعني الحركية. أول شيء العلم هذا بدأ في بدايات القرن 19، يعتبر جزء أو branch of natural science، يهتم بإيش؟ يهتم بالحرارة وعلاقتها بأي شكل من أشكال الطاقة والشغل. هنا علم thermodynamics يهتم بإيش؟ macroscopic variables، يعني إيش؟ يهتم بالأشياء الملموسة أو المحسوسة that describe average properties of material body، مثل الماس، مثل الطول، مثل الحجم، مثل temperature، يعني أشياء ملموسة أو محسوسة لدى الإنسان. فهنا نقدر نقول إنه العلم هذا يهتم بانتقال الطاقة في الزمن ومدى تأثره. أيضا العلم هذا يعني علم thermodynamics does not describe the microscopic constituents of matter، يعني ما يهتم بالأشياء المجهرية للمواد، و its laws can be derived from statistical mechanics، يعني جميع القوانين سوف نستخلصها إن شاء الله من statistical mechanics. أول شيء راح ندرسه اللي هو system أو النظام. فالنظام هنا يمكن تعريفه عن طريق 3 أشياء.
عن طريق أنه النظام هذا موجود يحده حد اللي هو boundary، وكل ما هو برا system يعتبر surroundings أو المحيط الخارجي. لكي نطبق thermodynamics أو تطبيق thermodynamics لأي system to any real problem، يلزمني أول شيء أني نعمل identification of particular body أو تعريف السيستم. This body of matter زي ما قلنا هو يسمى system، and its thermodynamic state is defined by a few measurable macroscopic properties، يعني راح نعرفه بأشياء محسوسة وملموسة زي pressure, temperature وهكذا. في ثلاثة أنواع من السيستم، في عندي closed system, isolated system and open system. تباعا راح نعطي لمحة على السيستم هذو الثلاثة. نبدأ بclosed system. Closed system is defined as a fixed quantity of matter to which energy may be transferred and has no mass transfer across its boundary. يعني هنا closed system عنده إيش؟ Has no transfer of mass with its surroundings but may have a transfer of energy. يعني في هنا احتمالية تبادل الطاقة مع العالم الخارجي لكنه لا يتبادل الكتلة. بالنسبة للopen system هو system يسمح بإيش؟ بمرور الكتلة which mass may flow. An open system is one that may have a transfer of both mass and energy. هذا الـ open system يسمح بمرور الكتلة والطاقة أيضا. الـ isolated system عكس الـ open system، يعني إيش؟ لا يسمح بإيش؟ لا يسمح بمرور الكتلة وأيضا لا يسمح بمرور الـ energy. فيمكن اعتباره كـ closed system لكنه لا no interact in any way with its surroundings، يعني لا ينقل الحرارة. فهنا لو بغيت نسوي تلخيص للأمر هذا، فهنا لو حطيت جدول كده صغير، فهنا عندي mass، هنا عندي energy، فهنا عندي open system, closed system and isolated system. بالنسبة لل open system الماس في تبادل، energy أيضا في تبادل، isolated system اللي هو آخر شيء عكسه تماما no transfer of mass and energy، closed system لا يسمح بمرور الكتلة لكنه يسمح بمرور الطاقة. هنا نكون خلصت يعني بداية المحاضرة الأولى. فقط هنا قبل ما نخلص أتمنى سؤالكم عن ثلاثة أنواع للسيستم اللي هو closed, open and isolated. فقط لو تقدروا تسويوا لي الجدول من جديد interaction أو transfer of mass and energy. السلام عليكم ورحمة الله.